الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين باب آخر عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي تحت عنوان باب ان النعمه التي ذكرها الله عز وجل في كتابه الائمه عليهم السلام في هذا الباب ينقل ويروي بعض الروايات عن ائمه اهل البيت عليهم الصلاه والسلام في تفسير او تاويل بعض الايات القرانيه التي تتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى و ولاية اهل البيت عليهم الصلاة والسلام من اعظم مصاديق نعمه سبحانه وتعالى. من تلك الآيات قوله تعالى: (الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار). هذه الآية معناها عام لكن من مصاديقها الظاهرة الأئمة عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى أنعم على الناس بهم من أعظم نعمه عليهم بعد نعمته عليهم برسول الله محمد صلى الله عليه وآله لكن هؤلاء الناس اكثرهم استبدلوا تلك النعمه وكفروا بهذه النعمه، وكفران النعمه سبب للعذاب، وهذه النعمه اذا كانت في اصول الدين فتؤدي الى العذاب الدائم. وقد يكون هذا العذاب في الدنيا وقد يكون في الآخرة، ولكن غالبا الجمع بينهما يعني عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة، حينما بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه واله في مكة وكان في قبيلة من قبائل مكة وهم بنو هاشم سائر القبائل حسدا انكروا نبوته وضيقوا عليه وحاربوه لكن الله سبحانه وتعالى نصره عليهم فهؤلاء كثير منهم ماتوا على الكفر أو قتلوا في المعارك التي شنوها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، وقسم منهم بعد فتح مكة آمن نفاقًا، لأنهم كانوا موتورين برسول الله صلى الله عليه وآله، فما كانوا يريدون التصديق والإذعان بنبوته، لكنهم اضطروا إلى ذلك فأظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر لم يعقدوا قلبهم على الإيمان الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين يقول لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أكثر هؤلاء أكثر قريش بنص هذه الآية الشريفة في سورة ياسين لم يؤمنوا لكن الله سبحانه وتعالى عذبهم في الدنيا وفي الآخرة أبو جهل كان رئيسا من رؤساء مكة وكان ذو جاه وذو منزلة اجتماعية لكنه حسدا من بني هاشم لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه واله، بل شن الحرب على الرسول فقتل في معركة بدر فخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. المنافقون الذين اظهروا الاسلام وابطنوا الكفر هؤلاء حاربوا اهل بيت الرسول صلى الله عليه واله فابدلوهم باخرين بدل ان يؤمنوا بهم ان يصدقوهم ان يطيعوا الله سبحانه وتعالى فيما امره بهم نرى كيف تعاملوا مع اهل البيت عليهم الصلاه والسلام فهؤلاء كانوا من مصادق الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. دار البوار يعني دار الهلاك. ما هي دار الهلاك؟ الآية التالية تقول: جهنم يصلونها وبئس القرار. في الحديث الأول من أحاديث هذا الباب قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام غيروا سنة رسول الله وعدلوا عن وصيه لا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب أقوام هؤلاء كثيرون كانوا أولا غيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله السنن التي لم تعجبهم السنن التي كانت خلاف أهوائهم خلاف أهوائهم ومشتهياتهم هذه السنن غيروها وهذا ليس نحن فقط نقول بهذا الامر بل حتى كثير من غير الشيعه في صحاحهم رووا ذلك مثلا في كتاب البخاري الصحيح عند غير الشيعه يروي عن انس بن مالك وهو احد صحابه الرسول صلى الله عليه واله قال لا اعرف شيئا مما ادركته الا هذه الصلاه وقد ضيعت يعني بعد سنوات من رسول الله صلى الله عليه واله يقول لا اعرف شيئا مما ادركته يعني جميع السنن غيروها جميع السنن بدلوها الا هذه الصلاه فقط الصلاه شكلها وظاهرها محفوظ وقد ضيعت هذه الصلاة ايضا لا يهتمون بها، يستخفون بها، لا يراعونها حق رعايتها. ما بال اقوام غيروا سنة رسول الله صلى الله عليه واله وعدلوا عن وصيه، زين، لا تعلم بالسنة؟ اذهب إلى وصي الرسول واسأله. ما هي السنة الصحيحة؟ وما هي البدعة؟ اذهب إلى وصي الرسول واسأله الوصي الذي هو باب علم الرسول، الذي هو أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، أنا مدينة العلم وعلي بابها. الوصي الذي هو عدل القرآن، إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. يعني لا يأمرك ببدعة وإنما يأمرك بالسنة. وعدلوا عن وصيه هؤلاء نتعجب منهم كيف لا يتخوفون أن ينزل بهم العذاب إما في الدنيا وإما في الآخرة لأن الله سبحانه وتعالى قد يعذب في الدنيا وقد يؤخر العذاب إلى الآخرة ثم تلا هذه الآية ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال نحن النعمه التي انعم الله بها على عباده وبنا يفوز من فاز يوم القيامه. عندما رسول الله صلى الله عليه واله يقول ان علي بن ابي طالب هو قسيم الجنه والنار. يعني شنو قسيم الجنه والنار؟ يعني الله سبحانه وتعالى يأمره بأن يأمر اهل الجنة إلى الجنة واهل النار إلى النار وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم إلى أن مثلا يقول في الآية الشريفة يخاطبون أهل الجنة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون رسول الله صلى الله عليه واله قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق فيوم القيامة يؤتى بالذي يحب علي بن أبي طالب من المسلمين فهذا تظهر السريرة يوم تبلى السرائر يظهر أن هذا كان محبا فهو من أهل الجنة والذي كان يبغضه تظهر سريرته فهو منافق وأين مكان المنافق؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار فإذن هؤلاء لا يتخوفون من عذاب الله حينما خالفوا سنة رسول الله وعدلوا عن وصيه، مع أن هذا الوصي هو النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، من أبرز مصادق النعمة، نحن النعمة التي أنعم الله بها على عباده، لأنه في الأحاديث الكثيرة أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق نور محمد وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام جعلهم حول العرش، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين، ثم أنزل هذه الأنوار إلى هذه الدنيا منة على عباده. وحتى في هذه الايه الشريفه في تفسيرها حينما امر الله سبحانه وتعالى ابليس بالسجود لادم حينما عصى الله سبحانه وتعالى خاطبه ماذا قال؟ قال استكبرت ام كنت من العالين العالين من هم؟ انوار محمد وال محمد هؤلاء كانوا حول العرش هؤلاء استثنوا من السجود لادم لانهم افضل من ادم. اما الملائكه فادم افضل منهم لان الانبياء افضل من الملائكه. امر الله سبحانه وتعالى الملائكه ليسجدوا لادم وكذلك امر بعض الجن ومنهم ابليس ان يسجدوا لادم. الله قال استكبرت لماذا لم تسجد؟ انت استكبرت ام اعتبرت نفسك من العالين الذين هم اعلى من ادم لذا لم يامرهم الله سبحانه وتعالى بالسجود له. هذه نعمه كبيره ان الله سبحانه وتعالى انزل محمدا وال محمد الى هذه الدنيا. خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه. هذا حديث طبعا في الحديث الرابع ايضا حديث عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام عبد الرحمن بن كثير يسال الامام الصادق عن هذه الايه الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا الايه قال عنا بها قريشا قاطبه الذين عادوا رسول الله الله سبحانه وتعالى يعني في هذه الايه جميع قريش لا المؤمنين منهم، لا، لا يقصد المؤمنين منهم، وانما الذين عادوا رسول الله. زين، بعضهم عداوتهم للرسول كانت عداوه ظاهره مكشوفه الكفار، وبعضهم عداوتهم للرسول كانت عداوه باطنه، ابطنوا الكفر واظهروا الاسلام، الذين عادوا رسول الله ونصبوا له الحرب وجحدوا وصيه وصيه. لذا الرسول صلى الله عليه وآله قال لعلي بن أبي طالب أقاتلهم تقاتلهم على التأويل كما قاتلتهم على التنزيل النفس الذين حاربوا رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء في صفين حاربوا أمير المؤمنين عليه السلام ولذا يروي ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حينما اطلع على رايات أهل الشام قال راية قديمة وجدت لها أنصارا هاي نفس الراية التي رفعت في يوم بدر وأحد في حرب رسول الله صلى الله عليه وآله حاربوا رسول الله لكن ذاك الوقت ما كان لهم أنصار في غزوة بدر كانوا ألف واحد في غزوة أحد كانوا ثلاثة آلاف واحد لكن في يوم صفين كانوا مئة ألف واحد حسب بعض الروايات راية قديمة نفس راية الكفر لكن تبدلت بظاهر إسلامي وجدوا لهم أنصارا وجدت لها أنصارا الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وآله ونصبوا له الحرب وجحدوا وصية وصية هذه آية من الآيات حول أن النعمة من أعظم مصادقها الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. حديث اخر في سوره الرحمن الله سبحانه وتعالى يقول فباي الاء ربكما تكذبان؟ هذه الايه تكررت في سوره الرحمن مرات متعدده. الله يذكر نعمه ثم يقول فباي الاء ربكما تكذبان؟ زين. الالاء جمع إلن أو ألن بمعنى النعمة العظيمة جمع إلن أو ألن يكون آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن يعني علم رسوله القرآن خلق الانسان علمه البيان من مصادق الانسان ومن ابرز المصادق امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام الله سبحانه وتعالى علمه البيان طبعا سوره الرحمن هناك بعض الاحاديث جمعها في تفسير البرهان فمن شاء فليراجع عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام انه قال سوره الرحمن نزلت فينا من اولها الى اخرها. وبيان تاويل النجم، الشجر، السماء، الميزان، هذا تاويل هذه الكلمات باهل البيت عليهم الصلاه والسلام، مرج البحرين يلتقيان تاويلها بامير المؤمنين وفاطمه الزهراء سلام الله عليها، اللؤلؤ والمرجان. تأويلهما بالحسن والحسين فبأي آلاء ربكما تكذبان الله سبحانه وتعالى يخاطب الإنس والجن هذه النعم العظيمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى أنعمها عليكم بأيها تكذبان يا معشر الإنس والجن زين من أهم مصاديق النعم العظيمة بل أهمها رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليه وعليهم الصلاة والسلام فبأي آلاء ربكما تكذبان بهذه النعم العظيمة تكذبان بمحمد تكذبون بعلي تكذبون بفاطمة تكذبون بالحسن والحسين وسائر الأئمة تكذبون هذه النعم أنعمها الله سبحانه وتعالى عليكم لكنكم استبدلتم هذه النعمه بالبوار والله سبحانه وتعالى جعل الدنيا دار امتحان اهم الامور التوحيد وابغض الامور الشرك الله سبحانه وتعالى لم يلجئ احدا على التوحيد ولم يمنع احدا عن الشرك الله سبحانه وتعالى جعل الانسان مخيرا فالانسان يتمكن من اختيار الايمان ويتمكن من اختيار الكفر والشرك. لكن اذا اختار الشرك فهو في النار. اذا اختار التوحيد بشروطه فهو في الجنه. وكذلك سائر النعم العظيمه ومن اعظمها النعمه برسول الله صلى الله عليه واله وبالائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام. زين هناك آية ثالثة شان نزول هذه الايه في ثمود وعاد فاذكروا الاء الله يعني اذكروا نعمه العظيمه لكن ايات القران لا تنحصر في شان نزولها على الغالب وانما ايات القران تجري كما تجري الشمس والقمر فاما مصادقها الاخرى او تاويلها ايضا تكون ويكون في هذه الأمة فاذكروا آلاء الله زين عاد وثمود آلاء الله عليهم كانت النعم العظيمة ومن أهمها إرسال هود وصالح صالح أرسله الله سبحانه وتعالى إلى ثمود وهود بعثه الله سبحانه وتعالى في قوم عاد هذه نعمة كبيرة وحينما طلبوا المعاجز الله سبحانه وتعالى أظهر لهم على يد أنبيائه المعاجز قوم ثمود وهم قوم صالح وطلبوا ناقة تخرج من قلب الجبل ومعها فصيل الله سبحانه وتعالى لأنه أراد أن يهديهم فأظهر لهم هذه المعجزة من قلب الصخور خرجت ناقة معها فصيلها، لكنهم عتوا عن أمر ربهم فعقروا الناقة، الله سبحانه وتعالى أمهلهم ثلاثة أيام ثم بعد ذلك أخذهم بعذاب بئيس. كذلك عاد قوم هود الله سبحانه وتعالى اظهر على يد هود المعاجز، لكنهم عصوا امر ربهم وكذبوا صالحا فالله سبحانه وتعالى وكذبوا هودا الله سبحانه وتعالى انجى انبيائه ثم والمؤمنين معهم ثم عذب هؤلاء الكفار. الذين عاندوا وجحدوا عن علم عذبهم في الدنيا وعذبهم في الاخره. زين هذه في الامم السابقه، في هذه الامه ما هي النعمه العظيمه؟ اعظم النعم بعثة رسول الله محمد صلى الله عليه واله في هذه الامه. ومن بعده نصب أئمة عليهم الصلاة والسلام لكن كيف تعاملوا مع الرسول رسول الله ثلاثة عشر عاما في مكة ما آمن به وما آمن له إلا ما يقارب من مائتي شخص فقط من مكة اللي هي تقريبا كانت عشرة آلاف وهؤلاء المئتان غالبا من أواسط الناس ومن ضعفائهم اما الملأ في القوم من القوم فلم يؤمن منهم احد. زين هسه الرسول صلى الله عليه واله يدعو الناس الى التوحيد. حاربوه، حاصروه ثلاث سنوات في شعب ابي طالب، ثم ارادوا قتله واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك. فرسول الله صلى الله عليه واله خرج الى المدينه. زين بمجرد ان خرج هجموا على داره ودار المهاجرين الذين هاجروا ونهبوا هذه الدار وصادروها هذه الدور بعد ذلك شنوا الحروب في بدر في احد في حنين في في الاحزاب غزوه الخندق شنوا الحروب ولم يؤمنوا في يوم فتح مكه آمن اكثرهم مرغمين الرسول لم يجبرهم على الايمان لكن هم شافوا من مصلحتهم ان يظهروا الايمان. واكثرهم اظهروا الايمان نفاقا. لكن الرسول صلى الله عليه واله مأمور من قبل الله سبحانه وتعالى ان يقبل يقبل ايمان الجميع. انما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلامه لست مؤمنا. بعد الرسول صلى الله عليه وسلم حصلوا الفرصه انقلبوا. الايه اللي نزلت في غزوه احد تنطبق عليهم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. الرسول موجود فيهم ويأمرهم والرسول يدعوكم في اخراكم. يعلمون أن الفرار من الزحف معصية كبيرة ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله والرسول موجود بينهم لكنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وآله قسم الذين كانوا على العقبة أكثرهم طمعا في الغنائم ثم لما حاصرهم الكفار هربوا الا القليل منهم اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم زين هسه نقول هذه في معركه احد الله سبحانه وتعالى عفى عنهم في معركه خيبر يجبن اصحابه ويجبنونه في معركة حنين وكانت بعد فتح مكة يعني أواخر حياة الرسول صلى الله عليه وآله ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الرسول موجود وهكذا يخالفون نصا صريحا في القرآن في أن الفرار فرار من الزحف من الكبائر زين بعد الرسول صلى الله عليه واله بطريق اولى يخالفون امره يخالفون امر الله سبحانه وتعالى ينقلبون على الاعقاب حصلوا فرصه حاربوا وصي رسول الله صلى الله عليه واله في الجمل وفي صفين وفي النهروان وبعد امير المؤمنين ايضا حاربوا ألامة من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام جهارا وغير جهارا على المنابر كان يلعن امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لسنوات طويله هكذا حاربوا اهل البيت عليهم الصلاه والسلام ولم يطيعوا امر الله سبحانه وتعالى حينما يقول لهم فاذكروا الاء الله هذه نعمه عظيمه من الله اذكروها ذكرها باللسان وبالعمل وبشكر الله سبحانه وتعالى قلبا ولسانا وعملا في هذا الحديث تلا أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية فاذكروا آلاء الله الإمام الصادق تلا هذه الآية وهي في سورة الأعراف قال أتدري ما آلاء الله زين في ذاك الزمان الأنبياء ومعاجزهم في هذا الزمان من قلت له قال هي اعظم نعم الله تعالى على خلقه لان الالاء النعم العظيمه النعم الجسام وهي ولايتنا لان الانسان بالتمسك بهم لا يظل يتمسك بالقران ويتمسك بهم لا يظل يعني يكون من اهل الجنه لا يكون من اهل النار هذا من اكبر النعم هي ولايتنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في التمسك بهم وبولايتهم، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين